التحاليل المالية والتحاليل الاقتصادية لا تخضع لا للعاطفة ولا للشعارات، تخضع للأرقام. المؤسسات إذا كان هي ولات تفلس في الدولة، ولات الدولة هي نشاطها خاص ومش أنشطة حيوية، والدولة قاعدة كل مرة تدخلها في الفلوس وما فماش إيسو، ما فماش كيما مش معناها كريز ستركتورال، مش إيجو، حاجة كرونيك مش محدودة في الزمن. هذا هذا مش جديد. شوف هذا فما مؤسسات تعيش صعوبات سنوية. حاجة مزوز، يا إما أنك أنت كما يصير في القانون كما صار في شمسة فيه، يا إما أنك تعمل برنامج إنقاذ أو أنا يقع تفويت فيها. ما معناها شوف راهو ما فماش حاجة ما تتباعش. الحاجة عندك الطرف الاجتماعي اللي يقول لك التفويت في المؤسسات العمومية وكتلة الأجور و خطوط حمراء. هذه ما فماش حاجة اسمها خطوط حمراء، فما حاجة اسمها ضمان حقوق الناس. قل لي أنا وقت اللي أنا نجي نقوم بعملية التفويت في مؤسسة خاسرة يزمني نحمي حقوق الناس، وراو عشناها نحن التجربة هذه، يا راو عشناها في إطار التخصيص، وأنه في البرنامج اللي صار في عهد بن علي متاع البريفاتيزاسيون والتخلص عن تخلص الدولة من المشاركة في القطاعات غير التنافسية من الشروط متاع الاستثمار، وأنه تحافظ على مراكز العمل وتحافظ على الأجور وتحافظ على الامتيازات. هذا موجود اليوم معاش. قل لي سامحني، اختنا اختنا من الشعارات والمؤسسة العريقة وما العريقة واللي عروقها في القاع، هي عروقها في الأعماق لكن شحت عروقها، شنو نعملوا لها؟ نقعد أنا حطتها غادي نتفرج عليها وندخلها كل عام في الفلوس وما عنديش برنامج متى أني نرجعها تجري، قاعد ندخلها إلى متى؟ كاش تورطنا في التونسية يا رحمة؟ مو بالشكل هذا، وفي غير التونسية كاش تورطتنا بالشكل هذا، تورطنا لانه كل واحد شنو المانع من انهم الحكومه والطرف الاجتماعي يقعدوا على الطاوله ويشوفوا ايش يقول لك اذا كان مؤسسه حاله بحال. فما يا زين كلام قلته لك قبل ايجونشان ونعاودوا، قلت لك اللي القوى الغربيه احسن فورمول تعجبها تحكم هي الفورمول اللي موجوده تو، اللي واحد برك يحكم واللي انت تنجم تتفاهم مع واحد برك. لانه قبل التمرير وقلته لك الكلام هذا قبل قلت لك الاصلاحات هذه كانت مستحيل تصير لو قعدنا في برلمان 2019، لانه الاحزاب حتى كان كلها بالمراكنه مع لفهمين تتفاهم، كي يطلعوا في الاعلام ويطلعوا في التلفز في الجلسه العامه وليوا يخونوا في بعضهم وليوا يعملوا في المكاسب السياسيه على حساب البلاد. الحاجه الايجابيه اليوم اونترغيمي ايجابيه اللي في هذه، ما هو خاطر ما شاء الله عليه السيد الرئيس برك على البلاد الكل به. الحاجه الايجابيه وانهم هم ينجموا يتفاهموا، فما واحد برك يقرر، ما فماش توافقات، هم يساعدهم. واليوم الكره عند الرئيس لانه هو اللي قرر، مي هو اليوم خايف ما يحبش يقرر، يحب يدز الحكومه ويقعد هو من التالي. هذا مش ايش نقول لك، ما فماش حاطط اولويات الاوضاع الاجتماعيه، ما تنجمش ترفع الدعم وانت معك شعار البرنامج اللي الرئيس سامحني الرئيس عليه مطلوب من رئيس الجمهوريه، يا سياده رئيس الجمهوريه يرحم والديك وينوب عليك، مطلوب منك فورا الكف عن رفع الشعارات والمرور الى الانجازات. راهو هذا انك تطلع في الميديا نهار كل تهز في الشعارات ونهار كل تخون في العباد، باهي اوكي اعطيني حل لا بريس، تراعطيني انت عندك لجنه عملتها، عندك بروجرام عملته كيفاش لا بريس في العهد الرقمنا كاش مش ترجعها تقف على ساقها وتولي مؤسسه رابحه، اعطينا برامج.